بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب اعتذر لزمايلي واخواتي والفريق كله، واعتذر للشناوي اخويا الكبير والجهاز الفني من اصغر واحد لاكبر واحد، وانا متقبل العقوبه. انا ابن من ابناء النادي وتحت امرهم في اي وقت، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الفريق باذن الله الماتش الجاي، وان شاء الله كده باذن الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وافريقيا باذن الله. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا باذن الله نفرح بها الجمهور كله باذن الله. انا واحد من الجمهور، ان شاء الله باذن الله نفرحه.